إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع شرح جديد مع موقع لربح عملات الروبل الروسي بكل سهولة. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم التشترك في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع، سأقوم بالترجمة إلى اللغة العربية. طريقة التسجيل سهلة جدا، تضعون هنا عنوان محفظة الباير، تضعون هذا الرقم هنا تسجيل الدخول. هكذا انظروا، أنا لدي 0.34 روبل. طريقة العمل سهلة جدا أخوتي، الموقع موثوق، الحد الأدنى للسحب هو 1 روبل. للربح نضغط هنا حزم الفائدة، ليس حزم الفائدة عفوا، نضغط مثلا على شحن الحزم سنرى. نضغط على إضافة حزم، ها هي. إذا نضغط على إضافة حزم، هذا البونيس تقومون بأخذه كل 7 أيام. أنا أخذته الأمس، إذا سأنتظر 6 أيام. هذا البونيس كل يوم، سأضغط عليه كذا. انظروا لقد أعطانا 0.34. نقوم بتحديث الصفحة، ها هي. نقوم بالترجمة مرة أخرى. إخوتي الموقع موثوق، والذي شرحه لي قام بالسحب من هذا الموقع. هذا كل ساعة يعطيك 0.0037 هكذا. انظروا، سنقوم بالتحديث 0.3010 هكذا. هنا إذا أردتم أو نضغط على حزم الوقت، هنا إذا أردتم أن تستثمر في الموقع لتنقص من الوقت، هنا 50 روبل 55 دقيقة بدل 60 دقيقة، هنا مثلا 200 روبل 40 دقيقة بدل ساعة، وهنا مثلا 500 روبل بدل 25 دقيقة بدل ساعة. هنا إحصائيات، هنا لسحب الأموال، هنا مسابقة الإحالة، هنا إحالتي، تأخذون 0.0015 لكل من يتسجل عبر رابطكم عندما يأخذ البونيس ل60 دقيقة. هذه مسابقة الإحالات،
أين هو رابط الإعادة؟ هذا هو رابط الإحالة. هذه بالنسبة لبانرات للمواقع، لموقعك إذا أردت أن تأخذ أي بانر. حصول على رابط الإحالة تضغطون على المرجع مراجع. أترككم إخوتي أن تكتشفوا هذا الموقع لوحدكم. سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.